الأسبوع الرابع على التوالي يخرج السوريون في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا تأييدا لحراك السويداء ودرعا وتنديدا بالانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات قنديل في المحافظات التي تحتلها شرق سوريا. وقف المتظاهرون في بداية المظاهرة دقيقة صمت على روح الشاب حسين سطوف الذي توفي هنا في مدينة هامبورغ منذ يومين وكان قد أتى إلى هذه المدينة ليشارك في هذه التظاهرة. أخي كان جاي لهون حتى يحضر مظاهرة هذا اليوم في هامبورغ وما حضر. نحن بنكون أنا هلق هوني محله وإن شاء الله رح نستمر بإذن الله رح نستمر. هذه التظاهرة شهدت مشاركة لبنانيين معارضين لنظام أسد ولميليشيا حزب الله اللبناني رفعوا فيها أعلام الأحزاب التي يناصرونها في لبنان وهي من الأحزاب التي تعارض سياسة ميليشيا أسد في سوريا ولبنان. أنا كلبنانية لأنه نحن جرحنا واحد، طريقنا وهدفنا واحد هو إسقاط الطاغية بشار الأسد. نحن من قبل الثورة السورية تعذبنا كثير من الطاغي حافظ الأسد، وهي المظاهرة اللي هلا أنا مشاركة فيها بصوت الأحرار لبنان عم بقول نحن ضد طاغي بشار الأسد والمرتزقة حتى حزب الله اللبناني اللي نحن ما بنعترف فيه لأنه هو منه حزب الله اللبناني، هو حزب الإيراني.